بريوش بان بيردو وغيرها من الوصفات كمان رح نتابع هلا تفاصيلها مع هانيا ضمن ورشة ملح. مشاهدينا وصلنا لاخر فقره بحلقتنا لليوم. إلي زمان ما كملت حلقاتي، عم ينقطع كثير، عم بيصير في كثير احتفالات واشياء، ان شاء الله دائما بينقطع بالخير اكيد. وصفتي لليوم بلشنا سوا الصبح بالبريوش وفرجيتكم كيف شكلتها وحطيتها بالفرن وهلا بنشوفها كيف طلعت من الفرن. وصفتي الثانيه كانت البان بيردو، حضرنا الصوص سوا، حطينا ترانشات البريوش بقلبها، فيها تكون بريوش، فيها تكون خبزة، فيها تكون بان دومي، أطيب شي تكون بالبريوش أو بالبان أولي، وحضرتهم وهلأ فرجيكم كيف منحطهم شوي بالزيت قبل ما نحطهم بالفرن ونحط عليهم الصوص تبعولهم، وأكيد حضرت لهم كراميل وفينا ناكلها مع بوزة. الوصفة الثالثة هي الكريم أنجليز، اسمها هي الوصفة كلها إيل فلوتانت، عبارة عن كريم أنجليز محطوطة بقلب كاسة أو كباية وبينحط عليهم مورينج. بدل ما نشوفه شيء جديد، بدل ما نشوفه بالفرن حنشوفه بالمي المغلية. هلأ بنتعلمها للوصفة كلها سوا. كريم أنجليز وصفة كتير دقيقة، بهمني كتير إنكم تتابعوني عن جد بحذافيره، لأنه كتير إذا صار في غلط صغير الوصفة كلها بتنتزع وبدها كب، لأنه ما بتتاكل أبدا. أول قسم بوصفتي هي إنه أنا بدي حط حليب، 300 مليلتر حليب بدي حطه مع 200 مليلتر كريمة سائلة، كريم فريش، الملعقة الخشب كتير أساسية بهالوصفة، وأكيد بدي حط عليهم الفاني. هيدي الفاني هي الفاني المضبوطة، هيدي نبتة الفاني من وردة بتطلع، في بقلبها، حفرجيكم كيف، حجيب سكينة لحتى نشوف سوا كيف بيكون حبوب الفاني بقلبها. بعرف انه ما كل العالم هيدي معودة عليها، ما كل العالم بتعرفها، لأنه شيء مش دايما منلاقيه بالسوق، وكمان سعره منه رخيص أبدا، بس هي الفانيل المضبوطة. هيدا هو، ما بعرف إذا عم نشوفهم قدامنا، هاي هي الفاني يلي المضبوطة، يلي نحنا عن جد وقتها منحطها بتعطينا النكهة الطيبة المضبوطة. كيف فينا نستعملها؟ فينا أول شيء يا إما نحط العود كله مثل ما هو بقلب أي شيء نحنا بدنا نعمله على النار، أو مثل ما شفتوا بفتحها بالنص وبسحب الحبوب منها، كمان بتعطيني نفس النكهة. لحتى أقدر أعطيكم شوا كتير كبير، الفاني أساسية، فينا مش عود، فينا ليكيد، ما في أي مشكلة. أي طبخة كريم أنجليز عم نعملها أو كريم باتيسير لأنهم بيشبهوا بعضهم، فينا كتير منيح نستعمل قشر برتقان، قشرة منحطها، أو قشر حامض، أو فينا حتى عود قرفة بنعطيها نكهة جديدة، أو حتى فينا حبوب البن الكاملة بيعطينا نكهة كتير طيبة، حسب نحنا مع شو حابين نقدم وصفتنا يلي عم نحضرها. أنا اليوم حبيت إنها تكون أوريجينال، أوريجينال الأصلية، مش أوريجينال يعني سبيسيال، تكون معمولة بالفاني، وأنا أكيدة إنه يلي بالستوديو كلهم هلأ حيشموا ريحتها قدي طيبة. الشق الثاني من وصفتي حيكون انه انا فصلت صفار البيض والبياض عن بعضه. عندي اول قسم هحط صفار بالخلاط مع سكر، تقريبا استعملت 5 صفار بيض مع سكر، بدي اخلطهم مع بعض لحد ما يبيضوا، بنفس الوقت بدي احط 6 بياض بيض بالخلاط الكبير وبلش اخلطه لحتى يصير في عندي مورينج. اكيد لازم نطلع الحليب،
بخلط بخلط الصفار لحتى يبيض. ما بيمنع اكيد انه نحط له نقطتين فانيليا. الخليط عندي يلي على الغاز، حاطي الغاز تحته واتركه يرتاح دقيقتين قبل ما اشيل الفاني منه. مثل ما شايفين كيف عم يتحول لونه. من صفار غامق لموس بيضة قدامنا. وهلأ حتبلش أصعب مرحلة وأدق مرحلة بالخليط تبعولي. بهالوقت حشغل المكنة الكبيرة ليصير في عند المورينج. حتضيف عليهم لست بياض البيض 30 جرام سكر. أعتبر إنه أنا أخذت النكهة يلي أنا بدي إياها من عود الفاني، بدي شيله لأنه هلأ بدي أخلط هدول المكونين سوا. شو الفكرة؟ الفكرة إنه أنا بدي أضيفهم على بعضهم، بس بما إنه حرارة الحليب مع الكريمة كتير عالية ما بدي إنه يستوي البيض يلي عندي، سو أنا لازم أحطهم بطريقة كتير تدريجية لحتى ما أنزع البيض. أنا ما بدي البيض يستوي، أنا بدي الخليط يصير متجانس لأقدر رجعه على النار. حشيل الملعقة الخشب اللي هلأ بدي أرجع عوزة أكيد. حقرب الخلاط عندي لهون. أنا وعم بخلط حضيف الحليب شوي وشوي نقطة نقطة. بدي ياخد الحرارة شوي وشوي. صارت حرارتهم للبيض سخنة، ارتفعت حرارتهم، صارت تقريبا نفس حرارة الحليب يلي عندي. ما ضروري بقى أرجع أخلطهم سوا، بقدر ضيفهم سوا وحطهم هلأ سوا على النار. أهم شيء النار بدها تكون كتير خفيفة لأنه أنا ما بدي أغليها، أنا بس بدي إنه البيض يجمد بقلبها. بس إذا انغلت البيض تبعولي بده ينكسر، بيتكسر، بتفرفت الكريم وما بيعود في عندي هيدي الكريم السلسي. هيدي الوصفة ما بعرف إذا مشاهدينا كمان هالأيام عم بيكونوا عم بيدوقوا الكريم برولي، فيها كتير تكون هي الباس تبع الكريم برولي، وفيها تكون هي الوصفة يلي بترافق أي نوع ديسير نحن عاملينه. مثل ما انا شايفين النار كتير واطية، أنا بدي أحرك باستمرار وهلأ بقلكن شو هو التست اللي بعمله لحتى أعرف إنه أنا وصفتي استوت وصارت جاهزة إنه هي تنحط بقلب الكاسة وتتبرد. حأرجع أزعجكن بالخلاط الكبير لأنه أنا بدي المورينج يصير قاسي وعم بلمع. أهم شي ما أترك وصفتي يلي هون.
بطنجرة تانية حضرت مي بديها تغلي، لأنه اليوم حنشوف شيء جديد معنا من المورينج. مورينج مش محطوط بالفرن، مورينج محطوط بقلب المي لحتى يعملنا زينة مهضومة على وجه الكريم أنجليز أو الإيل فلوتانت اللي أنا عم حضرها. ريحتها بتشهي. أنا بهالوقت حضلني عم حركها، ما حأتركها أبداً. من هلا في بريك، وبعد البريك بنرجع بنشوف وصفتنا والتست تبعولي كيف نعرف انه نجحت الكريم انجليز. بريك.